لكم وشكرا للحوار بريس. اعتبر قرار التوقيف قرار مجحف وقرار ظالم. انا لست الان في مقام انني اشتكي لاحد، انا مرفوع الراس اتكلم وبكل عزه اتكلم وبكل كرامه اتحدث، واعلم ان رزقي على الله تعالى الذي ما تركني منذ ولادتي وما يترك احدا سبحانه. هذا امر اؤكده اولا، لكن من باب بيان الحقائق نعتبر مثل هذا القرار قرار ظالم. نحن ما طالبنا بأي شيء، ما طالبنا بشيء سياسي ولا نعارض أي شيء، فقط طالبنا بحقوقنا العادلة والمشروعة موازاة مع باقي القطاعات. نحن لما نطلب مستحيلا، كان أول مطلب وأكبر مطلب عندنا هو ما صدر من النظام الأساسي المجحوم البئيس، النظام المشؤوم، ثغرات كثيرة، عقوبات بالصفحات ما أزالوها إلا بعد الحراك، ومهام غير محددة وساعات عمل غير محددة. النظام الأصل في النظام الأساسي الذي تنتظره الجهة الأستاذية الأساتذة والأستاذات هو أن يأتي ليصلح الحال وليرجع للأساتذة والأستاذات كرامتهم وليرجع للمدرسة العمومية مكانتها. هذا هو الأصل في النظام الأساسي، لكننا تفاجأنا بنظام مجحف حقيقة. وبعد هذا الهدر المدرسي بعد الحراك الأستاذي من 5 أكتوبر، يعني من بداية الموسم الدراسي، نتفاجأ اليوم بهذه التوقيفات. كنا ننتظر أن تجد الوزارة حلولاً وأن تتدخل الحكومة بحوارات جادة ومسؤولة وبحلول جادة، ليس حوارات، حتى الحوارات يتركوها عندهم، لا نريد حتى الحوارات، مطالب واضحة. أزل النظام، أسقط النظام الأساسي المشؤوم الخاص بموظفي قطاع التربية والتعليم، وأسس لنظام آخر، وأشرك الجهة الشركاء العقلاء الحكماء الذين يريدون مصلحة الأساتذة ومصلحة المدرسة العمومية. أين المشكل؟ أجفت الأقلام؟ هل انقطعت الصحف؟ هل عندنا أزمة كتب؟ لماذا لا يعيدون صياغة هذا النظام الأساسي ويرفعوا رأس الأساتذة ويرفعوا مكانة المدرسة العمومية؟ تفاجأنا في الحقيقة مفاجأة كبيرة أننا وقت الانتظار، انتظار الحلول، نتفاجأ بتوقيفات ستزيد الاحتقان أكثر. شفنا تضامن كبير معك اليوم، شفنا أحدهم يعني يهديك هذا الباقة. نعم، وأنا أحتفظ بهذه الباقة. الحقيقة رغم التخويفات ورغم التهديدات ورغم الاتصالات من جهات مختلفة، كل الأساتذة يتم الاتصال بهم يخوفونهم. نحن لسنا نقود حركة سياسية، لا نريد، لا أدري كيف يفكرون. ورغم ذلك أنت ترى، رغم التهديدات ورغم كل شيء، ترى هذا الحضور وفي هذا الوقت بالذات، والوقت الليل وكلهم يرددون الشعارات وإنهم يساندون الموقوفين. نحن نحيي الأساتذة ونحيي الأستاذات، منهم من أتى بأبنائه، منهم من أتى بأطفاله، تحية لهم، تحية تقدير وإكبار. لماذا؟ لأنهم يؤمنون حقيقة بعدالة هذه القضية، يؤمنون حقيقة بأن المدرسة العمومية في خطر وبأن لوب الفساد، هذه حقيقة يكرس للمدرسة الخصوصية، وهذا مشكل. نحن الآن المغرب يعاني من هذا المشكل، يريدون بيع المدرسة العمومية ويريدون بيع كرامة الأستاذ كما حصل للنقابات. خماس النقابات باع الأساتذة. المفترض في النقابات ومن واجبهم، ليس تطوعا، أن يدافعوا على الجسم التعليمي، فإذا بهم يبيعون القضية. نحن أمام إشكال، خروقات اجتماعية وقانونية، هذا مشكل. ونرجو، نعم، كسؤال، بحكم أنك طرحت النقابات وربما ترون أنها تدافع عن مصالحهم ومصالح الوزارة التي تديرهم كما تشاء، لماذا لم تخرجون في وقت معين تنددون أو ترفعون شعارات ضد هذه النقابات التي لا تمثل؟ صحيح هذا الكلام، لكن نحن حراكنا ليس من أجل العراك مع النقابات. كنا سابقا قد تركناهم في مكانتهم مهما كانت، رغم أنهم منذ زمن طويل، أكثر من، أنا في التعليم أكثر من 20 سنة، وما ظهر لنا أبدا موقف مشرف من النقابات. النقابات تخدم مصالحها،
ومع هذه التوقيفات أرادت النقابات أن تركب على الحدث. هذا خبر نؤكده. كثير من الاتصالات جاءتني أنا يقولون إن النقابة كذا تتبنى الملف، أعطينا رقم التأجير وكذا وكذا وسندافع. أنا لم أقبل هذا، أنا لا أقبل ممن باعني أن يأتي ليتدخل ويتوسط. ولماذا يتوسط؟ أنا مظلوم، أنا موظف مظلوم. هذا القرار تعسفي، قرار جائر. لا أنتظر من يتوسط في هذا الإطار. على الحكومة أن تعمل عقلها، وعلى الوزارة أن تفكر تفكيرا جادا. ما هكذا نتعامل؟ ما هذه السياسة الشرعية؟ وما هكذا تدبر الأمور؟ نحن أمام أزمة تدبيرية حقيقة. كم أنتم يعني الأساتذة اللي مرتبطين في البيت؟ على حسب مديرية الجديدة يراج أنه حوالي 36، واللائحة في ازدياد، هذا ما يقولون. على المستوى الوطني أخبار متضاربة، منهم من قال 1600 أستاذ، منهم من قال 3000 أستاذ. على كل حال نحن أمام أزمة تدبيرية عظيمة، أزمة تدبيرية. ومآلات هذه التصرفات وهذه الإجراءات التعسفية لا تبشر بخير. ها أنت أدخلت الأساتذة إلى الأقسام، أتظن أنهم سيدخلون عن طيب خاطرهم وسيدخلون يحبون مهمتهم؟ لماذا لا تكرمون الأستاذ؟ لماذا لا ترجعون للأستاذ كرامته؟ ولماذا لا تعطون للأستاذ مكانته المستحقة؟ ولماذا لا تكون عدالة أجرية في قطاع التعليم موازاة مع القطاعات الأخرى؟ نحن الآن أمام مشكل. مرحبا. الرسالة لمن أوجه الرسالة؟ رسالتي لا أدري لمن أوجهها، لكنني أوجه رسالتين. الأولى لملك البلاد، أقول تدارك يا ملك البلاد الموقف، فإن هؤلاء يسيرون بالوطن إلى الهاوية. لا الحكومة مسؤولة ولا الوزارة مسؤولة. والرسالة الثانية إلى الجماهير الأستاذية جميعها عبر الوطن، أننا على العهد سائرون، نطالب بحقوقنا العادلة والمشروعة. لا تهمنا التخويفات، ولا تهمنا التوقيفات، ولا يهمنا قطع الأجرة. نحن لا نتزعم عصابة، نحن نتوسط قطاع تعليمي حر شريف. فتحية نضالية للسادة الأساتذة والسيدات الأستاذات، ومزيدا من النضال، ونضالنا مستمر إلى استرداد الكرامة وإلى استرداد مكانة المدرسة العمومية. وشكرا لكم.